السلام عليكم، صباح الخير، صباح التلج وصباح البياض مثل قلوبكم. لا أحلى أصحاب ولا أحلى رفقة، يسعد صباحكم جميع. يوم الأربعاء 16 نوفمبر، اليوم درجة الحرارة 6 تحت الصفر، اليوم أول عاصفة ثلجية تجي علينا، سبحان الله، الله يبعث الخير. اليوم أول عاصفة ثلجية، هي لازم تجي من أكتوبر الشهر الماضي يبلش الثلج، تأخر هالسنة الله للشهر الـ11. كندا محتاجة لهالثلج، لأنه فيها المحيطات وفيها ألاسكا، المحيطات وألاسكا إذا شموا ريحة الشمس والدفا مشكلة، مشكلة كبيرة. فلذلك الثلج والبرد بيضل محافظ على مناخ الطبيعة هون بهالبلاد هاي، لأنه بس صار يدوب الثلج بألاسكا وبالمحيطات ترتفع نسبة المياه، وهذا بشكل خطورة كبيرة. وربنا له آيات وحكم بهالشي هاد، دخيل اسمه، الله يبعث الخير. اي نعم، هلا شوي صحي الجو لسه، وقت بلشت شغل الساعة 4:05، 4:30 الصبح كان لسه الأرض مجمدة آيس بلاك. 4 حوادث سيارات صغيرة وحادث شاحنة كبيرة، الله يجيرنا. الحمد لله ما أظن حدا متأذي، بس زيحطين هيك ونازلين على الحرش على اليمين، السيارات الصغيرة شاحنة فاتلة بأرضها. طبعا هو الحامي الله، وعلى فكرة ما بيقع غير الشاطر، بس في بعض الأحيان بيكون في ضعف من الشوفيرية. يعني صحيح هالأيام بتشوف سيارات صغيرة عاملة حادث، ايش بتقول لحالك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انه واحد يا اخي مثلا بيكون شوفير جديد او صبي او بنت رايحين على مدارسهم، يعني صغار بالعمر، او مرة عم بتسوق
يعني علي مو قليل انه في ضعف بالسواق بالاخص بهيك جو. يا اخي اذا بتحسن بلد طلع بهالجو لا تطلع، يا ولا شوف لك شي حدا اصحابك رفقاتك بتعرفوا اصواته منيحة كويسة، ما تخجل قل له، قل له تعا وصلني، تعا منروح سوا بهيك جو، اخص هيك جو. هلا التلج مو مشكلة، بس ايام بينزل تلج مع مطر يعني بتعرف شو علاقة التلج مع مطر؟ يا جماعة الله لا يرويكم. بس اليوم ماشي يعني انه شيء انه مبلش خفيف، تلج مع مطر يعني كأنك مطالع يعني فريزة، يعني كأنه عم تسوق سيارة بقلب البراد بقلب الفريزة. شلون هيك بكون مجمد التلج البوز بقلبه هيك، بتلاقي الأراضي كلها. بالنسبة للشاحنات يعني هلا السيارات الصغيرة يا أخي واحد إنه شلون ده لكم إنه بعذرهم، يعني إنه في شوف قلت لكم شوفيرية جداد، في نسوان عم بتسوق، في عالم بتخاف من التلج. بس اليوم أنت سائق شاحنة عم تزحط معك الشاحنة، يعني يمكن اليوم السيارات الصغيرة إذا أجت الشرطة وشافته زاحط، يا أخي بقولوا مثل ما قلت لكم ما بيعرف سوق شوفير جديد. بس اليوم وقت عم تجي الشرطة بتشوف شاحنة زاحطة محمل فوق حقه دقه، يعني فوق ما هو زاحط وقلب البضاعة بالتريلا والشاحنة تبعه تكسرت، بيجوا كمان بيطلعوا عليه بالعيلة بحق عليك. يا اخي الحمد لله على سلامتك قبل كل شيء، انه رقفوا بحقه شوي. لا هن بيعتبروا سائق الشاحنة لازم يكون قدوة لانه عم تسوق شوارع منظمة مجهزة للتلج، ما في داعي انك تزحط. انت اليوم كسائق شاحنة بروفيشنال درايفر، يعني هون وقت بتقولن انا سائق شاحنة بضربوا لك تحية. ليش؟ ما هو مثل بلادنا. ليش بضربوا لك تحية؟ لانه انت موصل ل طب السائقين لحتى صاير سائق شاحن، يعني معدي عليك كل شيء. بستغرب مثل اليوم يعني مثلا هاي الشاحنة زاحطة، يا اخي ان شاء الله جيبرك تأسرع. هلا هون انا ماشي السرعة 100، ماشي 90، ليش لا امشي 110؟ ليش لا امشي 120؟ لا تاخذني بهالكلمة. سرعة 100 بمشي 90، أنا اليوم سائق شاحنة، معي سيارة كبيرة، حمل ثقيل. ما الله جابرني السرعة 100 أمشي 110 أو 120. السيارات الصغيرة كذلك الأمر، اليوم لاحظت يعني الطريق السرعة 100 الصبح، وأنا ماشي 90 مثلا. عم يعدوا من جنبي يا جماعة شي مثل البرق، شي مثل البرق السيارات الصغيرة. يا اخي هاي السيارة اذا شحطت فرين بتعرف وين بتصير؟ عم تمشي على تلج على ايس بلاك، هذا عم بصير فيه. مستعجل دا يلحق دوامه، دا يلحق مدرسته، دا يلحق عمله، يعني
مع وراكب سيارة حلوة موديل 2022 وطيحش طاير. ثلاثة تسلا وحدة هوندا وهي الشاحنة الكبيرة. اليوم 5 حوادث يا لطيف. وهي شو هي أول عاصفة تجي. هدول شفتن على طريقي وأنا جاي، يعني إنه ما بالك بغير محلات. يعني أنا كتير بتأسف عسائق شاحنة اليوم يعمل حادث. يا أخي أمرك قدر والله كاتب لنا هذا الحكي. بقنعني إلي وإلك نرضى بالقدر ونرضى أنه الله كتبه لنا، بس كمان رب العالمين قال اعقل وتوكل. اليوم بدك تسوق حذر، بدك ترجي العالم، بدك تحافظ على سلامة غيرك قبل سلامتك. ما بتسوق انت اليوم تاكسي صغيرة او سيارة صغيرة، لا تاخذني طيحش. لا تشغل فرين الموتور. 3/4 سبب حوادث الشاحنات بالثلج وبالايس بلاك هو فرين الموتور وفرين التريلا. عم تجي بتدوس الشارع 100 السرعة، دايس 120، بدك تهدي الشاحنة عم تكبس فرين موتور مع فرين التريلا، ايش بده يصير فيها الشاحنة؟ بدها تفتل اذا بتكون جاي من السما بتسوق. فرين الموتور بالثلج وبالايس بلاك انساه، نصيحة من اخوك انساه طاول. لانه اليوم ما طلع بتشغل فرين الموتور الشاحنة عم تهدي على طلبك، بس التريلا ورا شلون عم تتهدى؟ عم تتهدى عفرين الموتور تبع الشاحنة تبع الراس. كذلك الأمر وقت تفتح فرين التريلا بدها تصير هي تسحب الشاحنة وتوقفها عم تفتل. وقت بكون آيس بلاك وتصحيح بدها تفتل. لك قاعد شغلك كسرت شاحنتك بدك تستناها لتتصلح، وأخص هون بكندا كلمة بدك تصلح شاحنتك راحت لها 4-5 شهور بركت بلا شغل، يا ولا رحت اشتغلت شوفير عند العالم. بتعرف الحادث ايش عم بيكلف؟ مالك ببلادنا العربية تروح عند ابو عبدو الصواج ساعتين يدق لك اياها يقول لك امشي. لا هون بدك تاخذ موعد، بقى بيجيك موعد شهر شهرين. بعد الموعد بده يجي الدكتبل تبع الانشورانس يكشف على الشاحنة ويشوف شاد بتكلف وش بدها قطع، بعدين ليبلش فيها الصواج والدهان راحت لها 5-6 شهور يا معلم. كسرت شاحنتك لكعت شغلك كسرت البضاعة، ما بقى حدا يعطيك بضاعة توديها لأنه عملت حادث. هذا اللي عم بصير الحادث. المتابعة في خط مستقيم. ليش أنا ما بكون حذر؟ حذر مليار بالمية بدك تكون حذر. مليار بالمية. إذا الجو عاطل ما بطلع الشغل. ما بطلع. الله غناني عن هال 300-400 دولار أو 1000 دولار أو 10,000 دولار. ما بطلع. مالي واثق من حالي ما بطلع. لو كنت واثق من حالي بطلع وبمشي على مهلي. هاي كلها نصايح عم بعطيها للشباب اللي السائقين اصحابنا
واخوتنا واحبابنا. ما تاخذوا كلامي تقيل، بس والله العظيم من قهري انا بحكي هالحكي هاد، لانه ما بريد حدا اشوفه ديرك انه بلا شغل يا اخي، او مكسر شاحنته، او لا سمح الله زاحف جاي في سيارة صغيرة عيجنا هي واللي فيها. يا جماعة والله البهدلة بهدلة، يعني تفرج الشوارع اليوم، اول عاصفة بتجينا وعاصفة انه مثل ما بقولوا شمت هوا، يعني هي لسه ولا 1% من العواصف اللي جاي. انتبه يا اخي انتبه. الحمد لله رب العالمين. والله يعني بقول لكم، وما بريد احكي هالحكي انا تقولوا بمدح بحاله كثير، مداح نفسه كذاب، انا هيك بقول. بس صار لي 18 سنه بسوق بسوريا، مو بس بسوريا، 18 سنه بسوق سوريا، الاردن، لبنان، السعوديه، قطر. يعني 18 سنة بسوق شاحنة بسوريا ببلادنا يعني، وهون بكندا هلا صار لي يا أخي تقريبا شي 4 سنين. ألف الحمد والشكر لله، هو الحامي الله. نعم، ما صار معي ولا يعني 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 فجر الدولاب ما صار معي، تصور لوين. قبل ما اطلع على شاحنتي بتفقده برغي ببرم عليها دولاب، لا تقول برد ولا تقول عتمه مع بشوف، بتلاقي مشغل بايدي برجكتور وعبفتل. لا تتكاسل، معلش اليوم ما معك بالجاكتور يا اخي، لا تتفقد الشاحنة، بس وقت تخلص الشغل روح اشتري بالجاكتور وتعب. تاني نهار تتفقد مزبوط، مي، الزيت، الفرينات، مي، زيت، فرينات، لك مية المساحات، ما بمشي بلا مية مساحات، مازوت ما بمشي، زمالي مفول، أخص بهيك جو ثلج وتزحيط وعواصف ما بمشي. إذا شاحنتي مي مفولة ما بمشي، لأنه يا أخي أنا معرض يتسكر شارع أو يتسكر طريق ويصير شاحنتي قبري مثل ما بقولوا بيتي. يعني ما بحسن بتحرك، دا يكون معي مازوت يكفيني اذا نمت او وقفت بالزحمة 4-5 ساعات. صارت معنا، ضليت واقف يا شباب 4 ساعات وشوي كمان، مو بس اكلي معي، مازوتاتي، ملانات، ميتي، كل شي معي، كل شي مجهز. وفول منا صرت اوزع للعالم، يعني مو بس معي كفايتي اكلي وميتي وشربي، له صرت اوزع للعالم المقطعة جنبي، بس ما اعطي لمين من كان، ابرم بين السيارات، اللي معهم ولد اعطيه، اللي ما معه مرة لحالة اعطيه. شدعوا لي، شقد انبسطوا مني، والله على الفيسبوك نشروني، قالوا سائق شاحنة وزع علينا بسكويت ومي يعني ما أحلاها هاي. الحمد لله، بقلكن صلي هلا، قلتلكن 4 سنين 18 22 سنة، ما بتذكر حالي صار معي شيء. هلا ايه بصير معي شغلات نكشات، مثلا انه
برجع لورا ما شفت عمود مثلا، نكشت زي التريل، نكشت زي التراك، صير معنا هيك نكشات. بس انه زحطت معي الشاحنة، أزيت حالي، أزيت معلمي صاحب الشركة، أزيت حدا غيري لا سمح الله. لا ألف الحمد والشكر، لا والله الحمد لله. بس هيك عم ندردش انه على الطريق اذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. نحن بس عم نذكركم بهالاجواء الشتويه وبهالعواصف انه ما وعيب يا اخي، معلم انت، معلم السواقه على عيني وراسي. قبل ما تنام بالليل تشك الشاحنه على الكهرباء، شاحنه الحماية، عشان ما تجي الصبح تستناها ساعة لتحمى وتدفي لك قلب الشاحنة، بتشكها على الكهرباء بالليل. بجي الصبح بشغلها دغري بتدور، وحميانة بشغل الشوفاج حامي، موتور دافي حامي، مي حامي، مي الراداتور، يعني كله هذا. بس اما اجي اصف الشاحنة اطفيها واروح على البيت، اجي الصبح بقى ما دارت معي، اتعذب 3 ساعات بالبرد وبالثلج. الله يرحمنا احسن شيء. وصلنا هلا عشان نفضي الحمل على هالنزلة اللي ما بعرف شلون بدي انزله. يا رب الحامي الله، بسم الله. نزلة قاسية هاي، معي حمل تقيل. يا رب نشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله، لأنه وصلنا لنفضي الحمل مشان ما نلتهي. دمتم ودائمة المحبة. السلام عليكم.